الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كورس الإلكترونيكس. أول حاجة نتكلم عن المقاومات وأنواعها وإزاي نقراها. أول حاجة المقاومات في منها أنواع كتير. خلينا نتكلم عن أنواع المقاومات. زي ما احنا شايفين هنا، ده منتدى القارة الإلكترونية، قسم الإلكترونيات للمبتدئين، بيتكلم عن أنواع المقاومات. أول حاجة عندي المقاومات الكربونية، اللي هي زي ما انتوا شايفينها كده. دي المقاومات ديت، المقاومة عموما بتتوصف بحاجتين: قيمة المقاومة والوات بتاعها. لأن زي ما احنا عارفين إن المقاومة لما يعدي فيها تيار بيبقى فيها لوسس، بيبقى فيها هيت ديسيبيشن اللي هو اي سكوير ار. فالهيت ديسيبيشن دوت دي حرارة. هل المقاومة ديت هتستحمل الحرارة دي ولا لأ؟ فالمقاومات بتتوصف بهي تقدر تستحمل حرارة قد ايه. فبناء على حتة انها بتستحمل حرارة قد ايه ديت، جت انواع المقاومات. فعندي المقاومة الكربونية دي اقل مقاومة يعني انها تتحمل حرارة، بتبقى حوالي ربع واط وثمن واط، مفيش اعلى من كده. الاعلى منها شوية المقاومات المعدنية، دي في منها نص واط وواحد واط واتنين واط وممكن 3 واط. في بعد كده المقاومات المعدنية، بس دي طبعا مش مشهورة يعني، مش هنلاقيها كتير. بتتحمل واط أعلى والقيمة بتاعتها أكثر استقرارا. طبعا المشاكل الأساسية للمقاومات إنها إن قيمتها بتتغير مع الحرارة. أي مقاومة كل ما درجة حرارتها بتعلى، كل ما قيمتها بتتغير، وبيبقى ليها كيرف يوضح التغير ده. فالمقاومات المعدنية ما بتتغيرش يعني، فيها تغير بس قليل. في حاجة تانية اسمها مقاومة الفيوز. ده يعتبر فيوز بس على شكل مقاومة. الفيوز طبعا احنا عارفين استخدامه، ان هو بيتحط في الدايرة في بداية التغذية بتاعة الدايرة، بحيث لو التيار اللي مر في الدايرة أعلى من المطلوب فالفيوز ده بيضرب، بيعمل open circuit ويفتح الدايرة. في بعد كده المقاومات الملفوفة زي ما احنا شايفين ديت، الباور بتاعها عادي يعني، في منها بقى باور 9 واط و10 واط وأرقام كبيرة يعني، حسب استخدامها، حسب التيار اللي هيمر في المقاومة بقدر أحسب الوات اللي أنا عايزه، وأقدر أحدد أنهي نوع مقاومة هستخدمه. في نوع تاني من المقاومات بس ليه استخدام مختلف، هو المقاومة المتغيرة. المقاومة المتغيرة ديت أحيانا أنا ببقى عندي في الدايرة مش عارف أنا محتاج قيمة مقاومة كام بالظبط، فبحط مقاومة متغيرة، يعني مقاومة ليها دراع زي ما انتم شايفين هنا. الدراع ده عن طريقه بقعد أغير قيمة المقاومة لحد ما توصل للقيمة اللي أنا فعلا حسيت انها مظبوطه، هتظبط الدايره بالنسبه لي، فاسيبها على كده. والمقاومه المتغيره دي ليها كذا شكل، ليها اشكال كتيره يعني، في هنا بدراع كده، وفي هنا من غير دراع، في بتثبت وهي نايمه، في بتثبت وهي واقفه، حسب وضعها في الدايره وحسب المستخدم هيستخدمها ازاي بحدد انهي شكل هحتاجه. في بعد كده نوع تاني من المقاومات اسمه مقاومة ضوئية. المقاومة الضوئية ديت ليها خاصية غريبة، إن يعني مقاومتها في الضوء غير مقاومتها في الظلام. فدي استخدامها الأساسي، إن أنا بحطها في دوائر بميز بيها ما بين الضوء والإنارة والظلام، او في الفوتوسيل، بتستخدم برضه في الفوتوسيل واسمها فوتو ريزيستور. في عندي نوع ثالث من المقاومات، دي اسمها مقاومة شبكية.
المقاومة الشبكية دي بسهولة خالص، هي عبارة عن مجموعة مقاومات ليها يعني مديك طرف واحد من كل مقاومة، والطرف التاني لباقي المقاومات مجمعهم على بعض على ايه طرف كومن، فهي مجموعة مقاومات ليها كومن واحد، ودي بتستخدم مع بعض الايسيهات توفيرا للمساحة. يعني احيانا بيبقى فيه ايسيهات او مايكرو كنترولر محتاج ان انا احط له مجموعة من المقاومات، وفي الاخر الطرف الثاني من المقاومات دي هيتوصل بنقطة واحدة او بجراوند مثلا او في سي سي او ايا كان يعني. فبستخدم مقاومة الشبكية دي توفيرا للمساحة مش اكتر يعني. واحط كتير وتاخد مساحة في الكارت. لا، هو هنا موصل الكومن بتاعها ولامم المساحة بتاعتها، مخليها بدل ما هي تبقى مساحتها أفقية عاملها رأسية كده بحيث يوفر مساحة الكارت يعني. طبعا كل المقاومات اللي احنا شفناها فوق دي كان اسمها مقاومات ثرو هول، يعني طريقة تثبيتها في الكارت هي عن طريق ان انا امسك البوردة واخرم فيها خرم واسقط المقاومة والحمها من تحت. لكن عندي نوع تاني من انواع المقاومات اللي هي السيرفس ماونت، دي بتثبت من غير ما محتاج ان انا اخرم في البوردة والحمها من تحت، هي بتتحط ويتحط عليها القصدير من فوق تثبت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم بقى عن قراية المقاومات، ازاي اقدر اقرا المقاومات. طبعا زي ما احنا شفنا هنا في انواع المقاومات، كل المقاومات اللي احنا شفناها ديت قيامها مكتوب عليها ما عدا المقاومة دي ودي، دي بيحط فيها الوان. فازاي اقدر افهم الالوان ديت؟ عشان لو شفت اي مقاومة اقدر اميز قيمتها كام بمنتهى السهولة. عندي حاجة اسمها ريزيستور كولر كود، دي لو دخلنا على جوجل كتبنا ريزيستور كولر كود هتلاقي صور كتيرة جدا زي دي كده. الريزيستور كولر كود نوعين، في أو أول نوع اللي هو 4 ألوان وتاني نوع 5 ألوان. خلينا في المشهور اللي هو إيه 4 ألوان. أول لون وتاني لون بيتكلموا عن اللون ده بيوصف رقم واللون ده بيوصف رقم، ونحط الرقمين دول جنب بعض. ثالث لون بيوصف الرقمين دول هضربهم في كام صفر، يعني او في يعني 10 أس كام، الرقمين دول هضربهم في 10 أس كام. يعني خلينا نشوف المثال اللي الراجل الطيب ده جاي. اللون الاخضر ده معناه ايه؟ 5. اللون الازرق معناه ايه؟ 6. 5 و6، 5 جنب 6 يبقى كام؟ 56. طيب اللون الأصفر معناه إيه؟ 4. يعني إيه 4؟ يعني 10 أس 4، 10 أس 4. يبقى أنا هضرب 56 في 10 أس 4 تديني كام؟ تديني 560 ألف. الألف ديت ما فيش مقاومة اسمها 560 ألف، الألف دايما بقول عليها كيلو، يبقى اسمها ايه؟ 560 كيلو. تمام. طيب خلينا نشوف الايه المقاومة ال5 ألوان. نفس الفكرة بتاعت المقاومة ال4 ألوان، أول لون أول لون وتاني لون وتالت لون بيعبروا عن أرقام عادية خالص. يعني هنا مثلا اللون الأحمر بيعبر عن رقم 2، فأحط 2 أكتب 2. البرتقاني 3 أكتب جنب الاتنين 3. البنفسجي 7 أو فايلوت 7 أكتب جنب التلاتة 7. 2 و3 و7 يبقى كام؟ 237. طيب الأسود، الأسود ده الرقم الرابع ده بقى ده عدد الأصفار. يعني فوق هنا كان أول رقمين بنحطهم جنب بعض وتالت رقم هو عدد الأصفار، لكن هنا لأ، أول 3 أرقام بنحطهم جنب بعض والرقم الرابع هو عدد الأصفار. فالاسود معناه ايه؟ صفر. يعني ايه صفر؟ يعني ما تحطش اصفار. صفر دي معناه ما تحطش اصفار. طب لو براون يعني واحد واحد يبقى حط 0 1. تمام. زي ما قلنا دي 10 أس كام، فلو هي 10 أس 0 يبقى بواحد، يبقى انا مش هحط اصفار. فاتنين وتلاتة وسبعة يبقى المقاومة دي 237 أو.
طيب ايه الفرق بقى بين المقاومة الخمس الوان والمقاومة الاربع الوان؟ الفرق ما بينهم الدقة، زي ما احنا خدنا واخدين بالنا كده، هنا بنتكلم مثلا 560 كيلو، يعني الرقم الاخير ده اللي هو الصفر ده ما فيش حد عبر عنه بحاجة، هو الديفولت بتاعه صفر. لكن هنا في عندي وسيلة للتعبير عنه اللي هي ايه، اللون التالت. فمعنى كده المقاومة دي بتوصل بالدقة بتاعتها أعلى من المقاومة دي. طيب في هنا اخر لون هنا وهنا ما اتكلمناش عنه، اخر لون ده بيتكلم عن التوليرانس. يعني ايه التوليرانس؟ السماحية. يعني المقاومة دي مثلا دي 560 كيلو، التوليرانس بتاعها اللون الرمادي ده معناه ان التوليرانس، لا ده سيلفر مش رمادي. التوليرانس بوزيتيف نيجاتيف 10%. معنى كده ان المقاومة دي لو جيت اقيسها بالافوميتر، طبعا لسه هنشرح يعني ايه افوميتر، المهم يعني الجهاز بيقيس المقاومات وحاجات تانية كتير. لو جيت اقيس المقاومة دي بالافو ممكن تطلع 560 كيلو، وممكن تطلع 560 زائد 60 كيلو، يعني احسبوها بقى كده تطلع 600، ممكن تطلع 620 كيلو عادي، ممكن تطلع في الآخر مفيش مشكلة، كل ده مقبول طالما التولرانس بتاعها 10%. لكن ديت اللون ده اللي هو البني، التولرانس بتاعها 1%. فالدنيا بالنسبة لها ايه، يعني بنتكلم هنا مثلا في 2 اوم بلس او ماينس يعني. بس فالرقم الاخير بيتكلم عن التوليرانس. التوليرانس المشهور عموما، يعني في حاجات كتيره في الجدول في مش مشهور، يعني موضوع التوليرانس ده المشهور عنه 10% و5%، ده اللي موجود في السوق بانتشار. يعني 1% ديت تكاد تكون اصلا مش موجوده، ولو موجوده بتبقى غاليه قوي. بس مطلوب ان احنا نشوف مقاومات كتير ونقدر ان احنا نحدد ارقامها، مش مطلوب ان انا احفظ الجدول ده، خليه معايا باستمرار وقت ما احب اعرف قيمة مقاومة كام ابص على الجدول واعرف قيمتها على طول وخلاص، مش شرط انا احفظ كل الالوان دي. وانا مع الوقت ومع الخبرة الدنيا هتبقى سهلة واقدر احفظ الكلام ده من كتر ما بشوفه.